مدرسه جديد وصلنا نفس المنطقه الجهوي للفنون التشكيليه بالوسط المدرسي، وكان الافتتاح يوم 6 ماي يوم الاثنين ان شاء الله الاختتام. وشاركت معظم المؤسسات التربويه بهذا المعرض، شاركت 21 مؤسسه تربويه، وقمنا خلال هذا المعرض زاد بتكريم كل من التلاميذ يحصلوا على الميداليات الذهبيه في المباريات الوطنيه على مستوى الوطن، ويوم ان شاء الله الاختتام والحمد لله.